السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت غنبدا واحد الفيديو، انا غنهضرو على واحد ديكتور دكاز وعلى واحد الالكتروفان ديالنا هنايا. غنعطيو واحد الشرح هنايا في الشيما وغنعطيو الشرح في البراتيك. دائما الخوت كنعطيو البراتيك وكنعطيو الشيما باش اللي كيفهم في البراتيك كيفهم واللي كيفهم في الشيما عاود كيفهم. حنا كنحاولو نوصلو الفكرة جميع الناس اللي معنا في القناة، اللي باقي مبتدئين والناس اللي حريفية والناس اللي باغا تطور المهارات ديالها. كنحاولوا نعدلوا داكشي اللي غيفهم فيه كلشي. وهذا الفيديو هذا لو سمحوا لي حيت كاين صداع هنا، تقدروا ما تسمعونيش مزيان، كاين واحد الجروب مديماري قدامي كامل شويه صداع. هذا كما قلنا الخوت، هذا الفيديو هذا طلبوني واحد الاخ معايا في القناة، هو اللي قال طلبني على هذا الفيديو هذا، وكنت غنعدلوا له هذه الايام هذه وما كانش عندي الوقت. كان عندي بروغرام شارجي على داكشي، ما كانش بقى لي الوقت باش نعدل له هذا الفيديو هذا. هذا الاخ هذا كان بغى يعمل هذه الخدمه، وقيل عنده شي خدمه بغى يخدم هذه الخدمه هذه، وكان بغاني نشرح له كيفاش هذا السيستم كيخدم. وقلت له انا ما كانش عندي الوقت، قلت له دخل اليوتيوب وفتش وغتجبر. قال لي واخا فتش في اليوتيوب ما جبرتي. وفعلا انا دخلت عاود فتش في اليوتيوب باش نصيفط له داك الفيديو، حيت انا ما كانش عندي الوقت باش نصور له. قلت خد زعما كنفتش باش نبارطاجي معاه شي فيديو فحالو. ملي دخلت الخوت ما كاينش شي واحد اللي كيشرح بهذه الطريقه اللي غنشرح لك بها انا دابا. هنا كاين اخر كي مثلا هو عنده الفكره، ولكن باش يوصلها لواحد اخر لا، ما خصوش يوصل له الفكره صحيحه. ما فهمتش هاد الناس كيكسب واحد العنوان كيقول لك كيف يتم تركيب الالكتروفان افيك ديكتور دغاز والشرح مبسط كيف يتم تشغيله، ولكن ملي كتفرج الفيديو كتلقى غير عاطي الاوهام من الناس. يعني هو مصور لك ديكتور عنده راكب ومصور لك الالكتروفان عنده راكب. راه ديكتور دغاز راه كاملين بينا كنعرفوه، والالكتروفان راه كاملين بينا كنعرفوا الالكتروفان، ولكن كيفاش كيخدم الالكتروفان وكيفاش كيخدم ديكتور دغاز راه ماشي كاملين بينا كنعرفوا كيفاش كيخدم هذا وكيفاش كيخدم هذا. لهذا الامر مثلا انت ملي غتشرح واحد الحاجه شرحها، يعني اعطي واحد الفكره للناس اللي الناس غيتعلموا منك، ما تعطيهمش واحد الحاجه غلط. اذا مثلا انت باغي غير المشاهده ولا باغي غدا تربح الفلوس ولا شي حاجه، ما تدخلش تكذب على الناس. راه هذه كتعلم كما كنقولوا، هذا واحد العلم كتعطيه للناس، يعني ما تعطيهمش واحد الحاجه غلط. مثلا انت ما باغي مثلا عندك داك الحقد ولا داكشي ما باغيش تعلم واحد اخر، ولكن ما تكذبش على الناس. ما تقولهمش مثلا انت كاتب على الفيديو كيف يتم وانت وفي الاخر انت ما عندك والو، عندك داكشي راكب. يعني ما شرحتيش للناس كيفاش كابليتي داكشي هذاك، شرحتي لهم بان الديكتور راكب في موطو والالكتروفان دغاز راكب في موطو. الخوت هذا الموضوع هذا طويل، باش ما نطولوش فيه خليكم معايا باش نعاودو نبداو الشرح ديالنا هنا. الخوت انا اول حاجه غنقول لكم، هاد الديكتور دغاز هذا غير السميه ديالو باينه، هذا الديكتور دغاز. هذا فين كيتسمع؟ فين كيتستعمل هذا؟ هذا كيتستعمل الخوت، كيتستعمل في لي ريستورون، وكيستعمل في الوزينات، كيتستعمل في لي ريستورون ديال الاوتيلات، في الوزينات اللي عندهم المسائل اللي كتخدم بالغاز، حيت هذا الديكتور ديال الغاز. هذا الخوت هذا عامل واحد السيستيم بحال الديكتور ديال موفمون ديال الكليراج، هذا الديكتور ديال الغاز، هذا ديال الغاز. هذا فيه واحد السيستيم كيشوم الغاز كيقطع لنا على لانستالاسيون، هذا واحد السيكوريتي ديال الغاز. هذا كينعدلو واحد السيكوريتي، هذا واحد السيستيم ديال واحد السيكوريتي كيتعدل من واحد لانستالاسيون ديال الغاز، مثلا واحد الفورم ديال الغاز كما عملت لكم انا هنا غنشرح لكم في الشيما. وهاد الالكتروفان الخوت فاش كيتستعمل؟ هاد الالكتروفان الخوت كاين بزاف ديال الانواع ديال الالكتروفان، كاين منهم هاد واحد النوع هذا كنستعملوه هو في هاد السيستم ديال الغاز هذا. هاد النوع ديال الالكتروفان هذا كيتستعمل في هاد لانستالاسيون ديال الغاز هذا، حيت الالكتروفانات ديال الغاز بوحدو وديال لانستالاسيون ديال السانيتير ولا ديال انستالاسيون ديال الكليما بوحدو، هاد الالكتروفان هذا كنستعملوه في هاد لانستالاسيون ديال الغاز هذا، وهذا ديكتور ديال الغاز ديالنا. عاود كاين بزاف انواع ديال الديكتور، غنحاول نقلب هاد الديكتور باش يبان لكم. كاين بزاف ديال الانواع ديال الديكتور، هذا واحد منهم. غنجيو هنا في الشيمه ديالنا الخوت، شنو من هادي واحد السيتيرنا
دائما الخوت باش نزيد لكم واحد الفكره في راسكم. الوزينات والشريك الوزينات ولي زوتيل ولي ريستو لي كبارين ولي ريستو لي كبارين ما كيكونوش في الكوزينه ديالهم ولا مثلا المواكل اللي كيخدموا بالغاز ولا هذه ما كيكونوش كيعمروا البواط ما كيكونوش كيعمروا داك البوطاس ديال القرايد الغاز الصغاري. كتكون عندهم واحد السيتيرنا برا الشركه ولا برا لا زون ديال الخدمه كتكون تحت الارض وكيبقى الكاميو كيجي كيعمرها ملي كتخوى كيكون فيها واحد المانو ديالها وكيكون واحد السيستيم ديالها بوحدو كيبقى ملي كتبقى تخوى كيطيح المانو وكيبقاو كيجيو كيعمروها كيجي الكاميو كيعمر لك السيتيرنا ما كتكونش في وسط لا زون ديال الخدمه باش ما تطرطقش حيت الحاجه اللي قابله للاشتعال كتكون برا لا زون يعني كتكون في واحد كتكون مثلا كتكون برا لا زون كيجيو كيحفروا لها في الارض وكيعملوا واحد السيتيرنا ومن داك السيتيرنا منا كيبقاو لي بومب كيبقاو يجبدوا لنا لانستالاسيون ديالنا فين غنحتاجوا الغاز. هذه السيتيرنا ديالنا كتكون كما قلنا برا لا زون هي نرسمتها لكم هنا هذا المانو ديالها ما نهضروش عليه هذاك المانو كتعبر لك شحال فيها شحال فيها ديال الغاز كيتقاس الطومبيراتور ديالها. هذا الالكتروفان ديالنا هو هذا الالكتروفان ديالنا هو كتشوفوه مزيان عنده الدخله والخرجه هذه غير عملتها له انا اكزومبل هذا كما نقولوا نحاس هذا اكزومبل هو كما كتشوفوا هنا هذا الالكتروفان ديالنا هو هذا هاد الالكتروفان 220 هذا الفورم ديالنا هذا واحد الفورم هو كما كتشوفوا هادو مريوسه ديال البوطات كيخدموا بالغاز وهذا ديديكتور ديال الغاز ديالنا وهذه واحد البوله عاد واحد لا لومب سيغناليزاسيون عدلت لكم هنا وهذه اليمونطاسيون ديالي. هاد بداو معايا الشهر على الخوت وغتعطيني ودنك غتعطيني ودنك مزيان باش ملي غنشرحوا الفيديو راه كل من هذا الفيديو هذا كلشي غيرجع يعرف شنو هذا الديديكتور دو غاز والالكتروفان وغيرجع يكابلي هادشي بوحدو. وهذا السيستيم هذا الخوت كيتعدل في سالي فيلات مثلا ولا بغيتي تعدلو في الدار ديالك ولا عاجي مثلا مثلا اللي عنده الدار كبيره ولا كاين في مثلا كيكون خارج مدينه وكيكون مثلا كتكون عنده الفيلا كيجي مثلا الكاميو كيعمر له السيتيرنا كيتعدل هاد لانستالاسيون هادي كتعدل بزاف الحوايج. انا غنعطيكم غير اكزومبل هنا دابا الخوت غنبداو الشرح ديالنا تبعوا معايا الشرح. احنا ما نهضروش على هادشي ديال الميكانيك وشي هضرنا عليه كما قلنا هادي سيتيرنا هذا الالكتروفان هادي البوطه ديالنا هادي غير شيما ملخص للشرح ديالنا اما الشيما هي هادي هادي هي الشيما ديالنا. تبعوا معايا الخوت كما قلنا هذا ديديكتور دو موفمون وهذا الالكتروفان ديالنا ها هو فينا هو الالكتروفان ديالنا هو هذا هاد واحد وجوج وفيهم تلاطر عنده تلاطر الالكتروفان ديالنا الخوت هو هذا فيه فازو نوترو لاتر وديديكتور دو موفمون ديال الديديكتور دو غاز ديالنا عفوا الديديكتور دو غاز عنده اليمونطاسيون فازو نوتر وعنده واحد الكونتاك فيرمي وعنده واحد الكونتاك اوفير عنده واحد الكونتاك مشدود وواحد الكونتاك مفتوح. هذا فيزيبل ديالنا دوبول فيه فازو نوتر. تبعوا معايا الشرح مزيان الخوت باش كلشي فاهم. هذه اللينيا ديالنا عندنا فازو نوتر غنجيو دارو دائما كنسبقو من نوتر كنجيبو النوتر ديالنا ديريكتومون كنجيبو النوتر ديالنا ديريكتومون هنا هيا ما كتشوفو كدخلنا في النوتر هنايا غنخرجو من فيزيبل ديالنا ديريكتومون غنمشيو الرقم واحد هنايا فهذا الالكتروفان ديالنا فيه رقم واحد وجوج اولاتير فيه فاز اونوت اولاتير فين ما دخلتي ودخلتي في واحد ولا في جوج بالنوتر ماشي مشكل وفيه لاتير لاتير دوزناها ديريكس كما قلنا كندخلو هنايا في واحد ديالنا ديال الالكتروفان ديالنا غنجيو هاد الديديكتور دو غاز ديالنا تا هو كيدي فاز اونوت غنجيو نوصلو له اليمونطاسيون ديالو هيا جينا شبرنا له النوتر ديالو هيا جينا من الفيزيبل نعطيو له النوتر ديريكس ها يعطينا له النوتر ونجيبوا الفاز عاود ديالنا من هنا نعطيو له الفاز ديالنا هما كما كتشوفوا معايا جينا ديريكتومون عطينا له الفاز ديالو ديريكت جينا من الفيزيبل عطينا له الفاز هاد الديديكتور ديالو صبحت عندنا عنده فاز ونوتر ديالو غنشبروا واحد البوكل من هنا غنشبروا واحد لاشانت من هنا غنخرجوا من ال من الفاز وغنعطيوها في رقم 3 هنا في الديديكتور ديالنا في رقم 3 ندخلو في رقم 3 هاد لي كونتاك هذا كيكون لداخل هذا كيجي في الديديكتور هو كونتاك مشدود بين 3 و 5 مشدود وبين 3 و 4 مفتوح غنخرجو حنا من الأربعة ديالنا وغنمشيو ديريكتومون رقم 2 في الالكتروفان ديالنا هاد رقم 2 غنخرجو خرجنا من الديديكتور ديالنا هنا وكنجيو ديريكتومون لهاد رقم 2 في الالكتروفان ديالنا هاهو خرجنا من 4 وجينا ديريكت رقم 2 هذا الالكتروفان
هذا الرقم 2 ديال الالكتروفان وهذا الرقم 4 ديال الديكتور ديال الغاز ديالنا. بقى لنا رقم 5. هذا رقم 5 غنخرجوا بها ديريكتومون وغنجيو لواحد لافوايون بحال هادي. هاد لافوايون بحال هادي كتكون خضراء، انا ما عنديش اللون خضر، عملت هادي حمراء. هاد اللون هذا جينا بها ديريكتومون ان هاد الفوايون هادي، هاد الفوايون هادي كتكون راكبه في الكوفري، الكوفري ديالنا بحال هذا كما كتشوفوا هنا كيكونوا راكبين فيه الفوايون بحال هذا. خليكم معايا، هاد الكوفري كتكون راكبه في الباب ديالو، في الباب ديال الكوفري كيكونوا راكبين هاد لي فوايون هادي كتكون لون خضر، هادي كيكون لون ديالها خضر. خرجنا من 5 كما قلنا، جينا ديرك للفوايون، اذا الفوايون ديالنا كتخدم 220، اذا خصنا نوصلوا للنوتر. كنجيو كنوصلوا للنوتر، هو كنبوكليو النوتر عاوم الفيزيبل هنا ديريكس. هادي هي الشيمه ديالنا الخوت، ساهله. انا عاود نشرح باش نمشيو للبراسيك باش ما نطولوش الفيديو ديالنا الخوت بزاف. كما قلنا اليمونطاسيون ديالنا كنعطيوها ديريكتومون، كنعطيو فازونوتر للديكتور ديالنا الغاز، كنجيبو النوتر ديريك من هاد واحد ديال الالكتروفان ديالنا، كنجيو كنبوكليو من هنايا من ال ان الرقم 3 وكنخرجوا من رقم 4 وكنجيو لجوج ديال الالكتروفان، ومن 5 كنخرجوا كنمشيو للفوايون هذه اللي كتكون راكبه لنا في الكوفري ديالنا وكنعطيو للنوتر ديال هذا. هاد الالكتروفان هذا سالينا الشيمه، سالينا من. تبعوا معايا في البراسيك الخوت، تبعوا معايا في البراسيك باش تفهموا. غنبدا لكم اول حاجه، غنبدا لكم بالديكتور حيت باش ما يجيش الفيديو طويل الخوت، سمحوا لي. اللي كنا كنهضروا عليهم ها هو اللي كنا، هذا الكاش ديالها الخوت، برزتني شي شويه، هذا الكاش ديالها كيكون راكب فيها. اللي كنا كنهضروا عليهم الخوت الشيمه ها هو كما كتشوفوا هنا، رقم 5 رقم 4 ورقم 3 و ان او ال انو اللي هي اليمونطاسيون، كيجيو لهم فازونوتر ديريكس ها هما جايين فازونوتر، هاد ال او ان جايها فازونوتر ديريكس، وغنشبرو واحد لاشانت وغنعطيوها من الفاس من ال الرقم 3 هاي كيما كتشوف، واحد لاشانت عندي من رقم 3، واحد لاشانت من رقم 3 من ال من هاد واحد هادي من ال، وغنخرجو من رقم 4، هاهي خارجين من رقم 4 هاي كما كتشوفوا، خرجنا من رقم 4 ديريكتومون وجينا عطيناها الالكتروفان، هاي الرقم قهويه هاي براون، هاد الكولور اللي براون هذا، هذا خرجنا من رقم 4، خرجنا من رقم 4 ديكتور ومشينا ديريكتومون للالكتروفان ديالنا بهذا اللون، والنوتر دوزنا له ديريكت، هاي النوتر دايزه للالكتروفان ديريكس، النوتر جبتها من الفيزي من الطابلو ديريكت دايزه نادي، ولاتير دايزه عاود لاتير ديريكت دايزه. شنو بقى لنا هنا؟ بقات لنا رقم 5، هاد رقم 5 الخوت هي هادي اللي جايه لهنايا، جايه لهاد الفوايون هادي، رقم 5 جايه لهاد الفوايون هادي، هي هادي في الشيمة، رقم 5 جايه لهاد الفوايون الخوت، والنوتر بوكلينا لها النوتر من هنا، عطيتها النوتر من هنا، مادام واصله لي فازو نوتر، شبرت واحد لاشان دو النوتر من هنا وعطيتها لهاد الفوايون هادي ديالنا. الخوت الالكتروفان ديالنا كيفاش كيخدم؟ هادي كتكون هواده، حيت هادي تشوف الخوت، هادي كتطلع وكتهود، هادي هي اللي كتشد لنا. دابا شوف باش تفهموا هاد الالكتروفان مزيان، الغاز ديالنا كيكون كيدوز من هنا، الغاز كيكون دايز، الغاز كيدوز خدامه لافورم ديالنا خدامه، مثلا حنا خدامين هنا، وقعت عندنا في واحد الفويد، وقعت في واحد الفويد، واحد الفويد ديال الغاز، وقعت لنا الفويد ديال الغاز في هاد لافورم هذا، حيت هاد الديكتور هذا كيكون راكب هنا قريب لهاد لافورم هادي، ها هو كيكون راكب هنا مثلا قريب لهاد لافورم هادي، وقعت واحد الفويد الغاز هنايا في هاد لافورم هذا، في هاد البوطه هذه مثلا، واحد التسرب ديال الغاز، هاد الديكتور هذايا ديال الغاز كيشم داك الريحه ديال الغاز، وكيقطع لنا على هاد الالكتروفان هذا باش ما تنوضش العافيه، حيت كيسيباري الغاز، ملي كيوقطع لنا على الغاز، يعني باش كيبقى لنا الغاز غير اللي هنايا، ما كيبقاش ماجي الغاز اخر، باش كيتحرق غير هاد الغاز هذا اللي هنا كتطفى العافيه. إذا قدر الله شعلت العافية هنا، كتشعل العافية غير من هنا من فين كاين الغاز، ولكن هاد الإلكتروفان هذا كيقطع لنا على الغاز، حيت كتكون غير كتبدا الفويد، غير هو كيشم شوية ديال الريحة ديال الغاز، هو كيقطع لنا على السيركوي، كيقول لك إذا عندك فويد ديال الغاز، سيتا تصلح فويد الغاز ديالك، عاود تخدم السيستيم ديالك. هذا السيكوريتي ديال الغاز. هذا كيفاش كيخدم هاد الالكتروفان؟ هذا في هاد الحاله هادي كيكون كيدوز، ملي كيكون هاد لاشابو هذا، هاد لاشابو كيطلع ويهود، كتجبد عليه هيدا كيطلع، ولكن ملي كيكون طايح، ملي كيكون طايح لتحت كيكون الغاز ديالنا دايز، ومني كيطلع من فوق كيقطع على الغاز، عنده واحد الصوبه من داخل بحال هادي، هاد لاصوبه هادي ملي كتكون هواده كيكون الغاز كيدوز، ومني كتطلع هاد الصوبه هنا كتشد لنا على السيركوي ديالنا، كتشد على السيركوي ديالنا.
هاد الصوبه ملي كتطلع من فوقي كتشد على الغاز هنايا، ما كيبقاش الغاز يدوز هنايا. وشكون اللي كيتحكم في هذه الطلعه وتهود؟ هذا الديكتور الغاز هو اللي كيتحكم لنا في هذا الالكتروفان هذا، واش يطلع ولا يهود. الا كان الفويض ديال الغاز كيطلع باش كيشدنا على الغاز، والا ما كانتش كاينه الفويض ديال الغاز اذا خدام عادي. هذه كتطلع على الخوت، انا دابا خدام بواحد اليد باش ما كتعطينيش. ها هي الخوت كتطلع هايدا كما كتشوفوا، هذه كتطلع دابا طالعه يا هادي اذا قاطع. انا غنهبط باش نعاونو نعملو التيست ديالنا. اجربوا هذا على دار الشابو ديالو غير كتا الاخر غتعرفوا كيفاش كيكون هذا الشيء. نحاول نعمل اكزومبل باش نحاول نعمل اكزومبل ديالي باش تستافدوا مجموعين. وهاد لا لومبا الخوت ديما كتكون شاعله حيت كاينه في الكونتاك الفيرميتو. ملي كيجي الضو هنا هادي كيدخل في رقم 3 وكيجبر هاد الكونتاك هذا مجدود، كيدوز الضو كيشعل هاد الفويون. هاد الفويون كتكون راكبه في الطابلو، كتكون كيكون الكولور ديالها كيكون خضر. علاش هاد الفويون كنركبوها؟ حيت هاد الديكتور دكاز هذا كيكون مركب مثلا في لانستالاسيون، كيكون مركب في شي موطع مخبع مع، كيكون مركب مع مثلا البوطه، كيكون مركب مع داك الفورم ديالنا ما كيبانش. مثلا انت باش تجي كونترولي الديكتور دكاز ديالك واش خدام، ما يجيش انت مثلا تجي وتبقى تدخل من تحت الفورم باش تشوف الديكتور دكاز ديالك واش خدام. ملي كتجبر هاد الفويون هادي شاعله في الطابلو ديالك كيكون الطابلو بحال هذا، الى جبرتي الفويون ديالك خضره شاعله كتعرف بلي ان الديكتور ديالك واصل له الضوء، واصل له اليمونطاسيون انه خدام. غنجي نطلع دابا الخوت، غنحاولوا نعملوا واحد براسيك، غنحاول نعطيه الغاز انا مانيال. انا هو الحمد تيستي عندي هدايا، غنعطيه به الغاز انايا مانيال. وغتحاولوا تشوفوا بلي ان هذاك غي صوني في واحد الفويون كات صوني، وهذا اللي كيكون طايح كيعاود يطلع. نحاول نعطي الغاز انا هنا باش الكونتاك هذايا اللي هذا الكونتاك هذا اللي مفتوح كيعاود يتشد، كيتسد هذا الكونتاك من 3 و4 باش كيعطينا اليمونطاسيون هذا الالكتروفان هذا باش كيشدنا على الغاز. ها هو صونا، غيبقى يصوني كيعطيك الارما بلي انك كاينه فويض ديال الغاز. ها هو ملي كيعطيك الارما كاينه فويض ديال الغاز، هو هذا كيما كتشوف هذا هو غيتكسيت، كيدوز هذا غيتكسيت ديزاينك، غيتديزكسيت هذا باش يقطع لنا على الغاز. كيدوز واحد 5 سكون كيديزكسيت، او يدوز واحد 5 سكون كيديزكسيت هذا. ها هو هذا وصل فاز هنايا، ها هو الديزكسيت، ها هو قطع لنا دابا. هذا طلع ملي كيقطع هذا كيجيو دابا هذا فوقاش كيبقى طفات لنا لامب، كطفى هادي وكيعاود كطفى هاد لا لامب هادي، كيقول لك بلي كانت عندك في الطابلو لان عندك مشكل ديال الغاز، عندك فويض ديال الغاز. وهادي كتطلع، هادي اللي كانت طايحه. غنحاول الريار مي دابا باش كيتريار ما كيبقى كيعمل هاد الصوت، حتى كيزلو الغاز اللي كان هنا حيت هو شم داك الغاز. ملي كيشم داك الغاز هو داك الكونتاكت اللي كان مفتوح كيشد. نحاول نطيع عليه الضو ونعاود نطلع له باش نعاود لكم. انا ريار ميتو قطعت عليه الضو، نعاود نطلع له الضو ونعاود العمليه. تبعوا معايا العمليه كما قلنا، الفويون ديالنا شاعله اللي كتكون في الطابلو راكبه. نحاولوا هذا الديكتور الغاز هذا نعطيو له شويه مشويه ديال الغاز، يعني بحال اللي كنبينوا له بان الفويض. هو دابا هو الديكتور كيكون راكب تما وكيشم الغاز. ملي كيشم لا تنعاود الريار مي، وهذا كيتريار ما هذا مني كيديكلونشي عليه الديكتور دكاز هذا كيطلع. يعني ملي كتجي نتا كتفك المشكل ديالك ديال الغاز وكتهبط هذا كما كان، حيت هذا ملي كيهبط من تحت كيكون كيدوز، وملي كيطلع من فوقك كيقطع. عاودنا العمليه هذا دابا هابط الديكتور دكاز، يعني شاعل خدام ما كاين لا فويت لا كاز. غنعملو دابا فويت الغاز هنا، ها هي كما كتسمعوا فويت الغاز، غنعطيوها غاز هنا، ها هي فويت الغاز. هو هي كتشعل لك الارما تما كيقول لك عندك فويض، هي بوله شاعله. مني غيديزيكسيت هذا كيهود هذا من تحت كطفى البوله، هي غطفى البوله، هي غطفى البوله. تبعوا معايا كدوز واحد 5 سكون كيبقى يصوني داك الديكتور ديالك، وهذا كيديكلونشا كيديزاكتيف هذا الالكتروفون ديالنا كيديزاكتيف. ها هو غيديزاكتيف، هي طفات البوله وهذاك باقي عاطيك الارم. هذاك كيبقى يصوني حتى ما كتبقاش فيه الريحه ديال الغاز، عاد كيوقف. حيت دابا كل ما داك الكونتاكت كيشم داك الريحه، كل ما داك الكونتاكت كيبقى مشدود، اذا قاطع لنا على الغاز هنايا.
اذا هنا قاطع على الكاز، دابا الكاز ما ضايش هنا. الخوت هذا هو الفيديو ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الشيما هي هذه اللي بغى يسكاني الشيما، الشيما هي هذه اللي بغى يسكاني الشيما. واللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي كومونتير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.